ده. اسالك مين اكتر لعيب بتحب تتفرج عليه في الدوري بعيد عن امبي؟ يعني كل لعيبتك اللعيبه زمايلك انت بتحبهم، مين بره امبي بقى بتحب تتفرج عليه تستمتع وانت بتتفرج عليه زميل؟ يعني هو مش زميل، هو في لعيبه كتير في الدوري كويسه طبعا، بس في مثلا في زي زيزو، امام، امام عاشور، في لعبة كتير كويس. وانت يا احمد؟ انا بحب محمد عبد المنعم قوي، اصحابه كنت معاه في المنتخب الشباب، وانا سافرت منتخب السنغال وكده برضه مع كابتن محمد صدق. بس انا عامه انا على المستوى الشخصي والملعب بحب عبد المنعم. بحب عبد المنعم. لما بيقول لك عبد المنعم عنده غرور، ما عندوش ثقه في النفس، او يعني هو واثق في نفسه زياده، انت مع الناس دي انت بقى عملته شخصيا، هل هو الشخصيه دي؟ لا شايفه عادي. عادي يعني سامبو كده برضو الناس بتجود يعني بتزود يعني. لا هو طبيعته كان من صغره، من صغره والله بنلعب قصاده في الناشئين، هو كده، هو كده واثق من نفسه يعني، هو دي شخصيته، الثقه دي حلوه مش مغروره، دي شخصيته. الثقه دي حاجه حلوه كويسه، مش من عند ربنا، هو واثق نفسه كده ببساطه يعني. احمد شرفت ونورت حبيبك، القعده كانت حلوه قوي زي ما وعدتك. ايه طبعا، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي ازمات، ما فيهاش اي حاجه. انا اهم حاجه بس بشكر مرات اللي هي دايما. ايوه لازم. ايه لازم عشان تدخلني البيت. عشان لازم. لا بصراحه واقفه جنبي دايما، استحملتني في اصعب ظروف ليا والله. كان ليكم صور حلوه قوي بعد ماتش الزمالك انت كان وشها حلو، كسبنا الماتش ده تقريبا 2-0. وابني ركان. ابنه اسمه، ابنك اسمه ايه؟ يا الجمال ده تركي بقى، لازم اطلع كده. يلا تمام. واشكر طبعا اهلي وابويا وامي طبعا، والناس دي دايما والله العظيم يعني تعبوا معايا بصراحه، ونفسي ابسطهم ان شاء الله، ابسطهم بخطوه المنتخب. اكيد هم متشرفين وفخورين بيك جدا حبيب. زي ما مصطفى طبعا اهله فخورين بيه، يعني كلنا فخورين بيكم يعني. نفسي والله، نفسي اعمل لهم كل حاجه حلوه في الدنيا والله. يا رب دايما. امي وخطيبتي واصحابي وكل الناس والله عندنا يعني. يا رب دايما.